السلام عليكم. احنا هنكمل كلامنا عن الفويس ميل. احنا كنا قلنا ان الجهازين فويس ميل ماكسيمم ممكن يركبوا على السنترال، والماكسيمم اللي انا ممكن اوصله لهم هو 12 بورت 24 شانل، وان كل البورتس اللي انا هوصلها على الفويس ميل لازم يبقوا على نفس الكارت الديجيتال او الهايبريد. وقلت ان انا بغير السيتويشن بتاع او التعريف بتاع البورت من نورمال لفويس ميل عن طريق بورت بروبرتي سلوت، بداية بتيجي نورمال وانا بحولها على فويس ميل، بس لازم اطلعها اوت اوف سيرفيس الاول. وفي المثال اللي احنا حطيناه عرفنا 4 بورت كفويس ميل، 2 منهم متعرفين على يونت 1، 2 منهم متعرفين على يونت 2 بالشكل ده. وقلنا ان الاربعه اكستنشن دول هيكونوا فويس ميل جروب، وقلنا ان الفويس ميل جروب لو انا رحت في الجروب ودخلت على الفويس ميل هلاقي ان انا ممكن احط صوت الاكستنشن نمبر لكل فويس ميل يونت من الاثنين اللي عندي، وكل يونت اقدر اخش على الممبر ليست بتاعتها واضيف او اشيل. طبعا اوتوماتيك فويس ميل رقم 1 اكستنشن بورتس بتاعتها 93 94، ورقم 2 الممبر ليست بتاعتها 95 96. ده لما دخلت من السيستم على الجروب، من الجروب على الفويس ميل جروب كديجيتال انتجريشن على اليونت سيتي. طيب انا لو اديت فويس ميل رقم 1 فلوتنج دايركتور نمبر 330 و 331، هلاقي ان 330 جواها 2 ممبر بس 93 و 94، ويونت 2 جواها 95 و 96. فانا لو رحت على السي او لاين انكمنج رينج في الدي اي ال تيبل وعملت سيتنج في الدي 330، معناها ان جرس الخط الاول هيرن على اكستنشن 193 و 94، ولو انا في اللانش لنفس الخط خليتها 331 معناها ان انا بقول ان هما هيبقوا 195 و 196. لكن الافضل ان انا اخد الاربعه بورت دول واحطهم في اي سي دي جروب، نكون كل ديستريبيوشن جروب واسميها الجروب بتاعت فويس ميل ودي واشوف رقمها ايه، اي اي سي دي جروب فاضي عندي وابتدي احط دول ميمبرز ليها، واجيب الديستنيشن هنا معناها ان الاربعه هيبقوا بيكفر كل واحد بيكفر التاني، واعملهم يا اما يونيفورم كل ديستريبيوشن يعني المكملات تيجي بالتوزيع عليهم او تيجي بتحديد معين زي ما انا عايز، ده هيبقى متاح بالنسبه لي. طبعا انا بعد كده هتكلم عن بورتابل ستيشن او بي اس جروب. البورتابل ستيشن او الديكت ستيشن هي عبارة عن الاول هي سيل ستيشن، هيتعرف عليها مجموعة من الديكت فونز او التليفونات اللاسلكي الوايرلس، بس شرط انها تبقى ديكت. طبعا الديكت اختصار ديجيتال انهانسد كوردليس تيليكومينيكيشن، وده دي مواصفات يعني موصى بها اوروبيا لازم تبقى متوفره في نوعيات في اجهزه اللاسلك عشان تبقى ديكت ديجيتال. الديكت ستيشن او الكفرنج يونت اللي هتكونكت اجهزه اللاسلك بتاعتي دي هتبقى متعرفه على كارت دي ال سي او دي اتش ال سي لازم، وهنا هتبقى طبعا هتتعرف على بورت، هتتوصل على بورت ديجيتال في السنترال ام اس 500. ميزه السيل ستيشن ان انا لو عندي لوكيشن بعيد مش هقدر اعمل وايرنج كتير يعني، وما فيهوش نتورك عشان اقدر احط اي بي فون، فاقدر احط سيل ستيشن هتاخد مني 1 بير مجرد سلكين، بس مجرد سلكين هقدر ارفع عليها مجموعة كبيرة جدا من الديكتس. اللي انا لازم اعرفه واحطه في الاعتبار دايما ان السيل ستيشن بتدي 2 شانل، يعني 2 بس يقدروا يتكلموا في وقت، يعني يكلموا حد يعني يبقى معاهم اتصالات في وقت واحد.
الحقيقه في حاجات 2 شانل وفي حاجات 4 شانل، وفي اللي هي الهاي دينستي اللي هي 8 شانل، يعني ممكن 8 ديكت يقدروا يتكلموا في وقت واحد. في governing area في حدود 50 متر مربع، دايرة قطرها 50 متر في الاوبن سبيس، طبعا مع وجود الخرسانات والقواطع زي ما حضراتكم كلكم اختبرتوا المسائل دي، هتبقى مختلفة شوية، ممكن تبقى أكتر أو أقل. أنواع الديكت الحقيقة اتطورت جدا، ده ديكت باناسونيك جديد، وده ديكت برضه، دي أجهزة الديكت العادية. الديكت ستيشن بتديني حاجة جديدة كويسة جدا في الـ MS500 اللي هي الريموت سيل ستيشن، إن أنا كونكتنج بالنتورك اي بي نتورك اقدر احط سيل ستيشن في مكان بعيد جدا، مجرد ان انا هوصلها على اللان في المكان ده او على السويتش او على الراوتر في المكان ده، وهيبقى فيه ستاتيك اي بي في المكان ده، وكده السيل ستيشن دي الديكتس اللي هتتعرف عليها هتبقى كونكتد بالسنترال ايا كان اللوكيشن بتاع الوير هاوس ده، سواء في نفس المكان او حتى في دولة ثانية ممكن ده يتم. دي الوايرلس سوليوشن في المالتي زون، دي حاجة جميلة حقيقة نقدر نوظفها. انا في الكونكشن هنا حبيت اثبت فكرة ان احنا هنوصل على الهايبريد بورتس او ديجيتال بورتس بالسنترال. هنشوف البرنامج بتاع الديكت ستيشن هيجي ازاي. انا في الديكت ستيشن لو رحت في الجروب هلاقي في حاجة اسمها بي اس رينج جروب، ستيشن رينج جروب. لو انا دخلت في البي اس رينج جروب هو بيسألني على الممبر ليست، تمام، وبيطلب مني فلوتنج اكستنشن نمبر. فلوتنج اكستنشن نمبر زي ما عملنا من شوية بالظبط في الجهاز الفويس ميل، انا هديله اي رقم مش موجود على الاكستنشن بتاعت السنترال، مش مستخدم كاكستنشن يعني، وهدخل على الممبر ليست، اضيف التليفونات بتاعتي. انا بس عايز افكر حضراتكم ان انا اديت هنا حطيتها من 400 ل 407، افترض ان انا عرفتها واديتها ارقام 400 ل 407، هدخل هنا طبعا في البي اس رينج جروب في الممبر ليست بتاعتها بي اس رينج جروب ممبرز، وهحط 7 تليفونات انا حطيتهم، تمام. وهاجي في الجي اي ال تيبل كومنج رينج دي اي ال تيبل، وهحط بي اس رينج جروب فلوتنج دايركت نمبر اللي انا حطيته هنا، هو ده اللي هحطه في دي اي ال ديستنيشن، لانه كده بيرمز للسبعة ديكس او 8 ديكس اللي انا حطيتهم جوه الممبر ليست بتاعت المجموعة. كده يبقى الجرس الخارجي يجي على البورتابل ستيشن. عندنا حاجة بعد كده في الانكومنج رينج، ممكن اخلي الخط الخارجي يرن على تي اي اف اي اس، يعني ترانك انسر فروم اني ستيشن، ممكن ارد من اي عدة، اللي هي ان انا اوصل امبليفاير في عنبر مثلا انتاج، واوصل عليه سماعية، اوصل امبليفاير على السنترال، ويبقى كونكتد الامبليفاير بسماعات موجوده على في عنبر ما، او اوصل الامبليفاير الموجود اساسا في المكان او في المصنع او في الشركه دي على السنترال واجيب الجرس عليه. في الحاله دي اي حد، طبعا انا هنا الصوره الامبليفاير كونكتد على ام اس 500. وهو بداية الحقيقة الجهاز واخد رقم 600 يعني كفلوتنج دايركت نمبر، فانا لو جيت الجي اي ال رحت على الانكومنج رينج وخليته على 600، ده معناه ان المكالمة دي هتيجي على السماعات الخارجية اللي في المكان اللي واصل متوصلة على الامبليفاير اللي واصل على السنترال في المكان ده، وهيقدر اي حد يعمل الكود ده ويرد. الكود ده موجود في النمبرنج بلان في المين في الفيتشرز اهو، ترانك انسر فروم اني ستيشن، كود الرد نجمه 42. لو احنا دخلنا في الاوبشنال ديفايسز هنلاقي حاجه اسمها اكسترنال بيجر، وهنلاقيه
floating extension number بتاعه رقم 600 اساسا. انا ممكن اغيره لو انا عايز، هو ده الرقم اللي انا هستخدمه في الجي اي اللي تيبل هنا عشان الجرس يجي على السماعات اللي كونكتد بالامبليفاير. الجزء الاخير من كلامنا عن incoming ring الunified message. الunified message ما هي الا ديزا سيستم بس بيلت ان في السنترال. عشان اكتف المسألة دي انا طبعا جاي عندي 2 بورت في الديفولت، او اساسا السنترال جاي متعرف عليه 2 بورت كunified message. انا ممكن اوصلهم ل 24 بورت ماكسيمم بس بشرط ان انا اخد اكتيفيشن كي، احتاج اس دي ميموري، واساسا لازم عندي فويس اوفر اي بي ديجيتال سيجنال بروسيسنج، يعني لازم اكون حاطط كارت دي اس بي على السنترال واشتري اس دي ميموري في اكتر من موديل منها واخد اكتيفيشن كي لعدد البورتس اللي انا عايزها. انما ال NS500 زي ما موجود في المستطيل ده هو موجود فيه 2 بورت متعرفين ومفتوحين جوه السنترال، هيشتغلوا يونيفايد مسج، هيدوني 500 ميل بوكس للاكستنشن وزعهم عليه. الحقيقة اليونيفايد مسج عنده انتجريشن مع المايكروسوفت اوتلوك. لو انا بقى حطيت الكوميونيكيشن اسيستنت هيبقى عندي انتجريشن كويس جدا. انا هيبقى عندي الشاشة بتاعت العميل بتعمل بوب اون على البي سي اللي انا موصله كوميونيكيشن اسيستنس يونيتي، سواء كان برو او بيزك او كذا، وده هنجيله في الكلام عن الكوميونيكيشن اسيستنس. بداية انا عندي 2 بورت متعرفين وحدي كل زي ما اتكلمنا قبل كده في الفويس ميل، بس مرات الفويس ميل بيلت ان، ان الجرس ممكن يجي يروح على الاكستنشن 103. 103 اساسا مش موجود فعامل فورورد للميل بوكس بتاعه، فاقدر انا اسيب له رسالة وبرضه يحصل نفس المسألة النوتيفيكيشن. كل الكلام اللي انطبق اللي قلناه على الفويس ميل من شوية هينطبق على الانفايد مسج، بس ده بيلت ان مش جهاز خارجي. الحقيقة ان اس 500 بوفر ده جوه بشرط ان انا احط الدي اس بي واخد اس دي ميموري عشان ازود عدد ساعات التوي ريكوردنج، وعشان شوية بروسيس موجودة في الديسكريبشن بتاع الاس دي ميموري، وطبعا لازم اكتيفيشن كي لعدد البورتس اللي انا عايزها ولليوزرز اللي انا عايزها. طبعا انا بفكر ان احنا اقصى حاجة عندنا 24 شن على 12 بورت، واقصى عدد لساعات التسجيل في الحالة دي 400 ساعة، لكن جهاز الفويس من خارج التي بي ام 200 هيديني لحد 1000 ساعة. طبعا نفس الملاحظات اللي قلناها، الايميل نوتيفيكيشن موجود في الانفايد مسج، وزي ما قلت لحضراتكم ان انا لو عندي مايكروسوفت اوتلوك وكوميونيكيشن اسيستنس فيمكن بوب اون شاشه العميل لما يتصل بيا ابقى اشوف كل البيانات بتاعته وافتكر مين ده ومين بياناته وتعاملاته معايا ايه، فواتيره او اعطاله او كذا او كذا او كذا. وطبعا الفايد مسج بيدي امكانيه لاي حد متوصل على يعني مدين ميل بوكس من الاكستنشنز ان يعمل تو واي ريكوردنج. انا لو حبيت ابدا في البرنامج ورحت على سلوت وفي عندي حاجه اسمها يو ام يونيفايد مسج بروبرتي ورحت على البورت بروبرتي اشوف الشكل ده، شوف ان هو بدايه مديني 2 بورت اساسا مديهم الرقم ده باي ديفولت، وانا ممكن اوصل دول ل 24 باي اكتيفيشن كيز. الفلوتنج اكستنشن نمبر للفويس ميل او انفايد مسج بيلت ان هو 500، فانا اوتوماتيك لو جبت الجرس بتاعي خارجي في الدي اي ال تيبل على 500 فده يعني ان انا البيلت ان انفايد مسج تو بورتس هم اللي هيبقوا هيردوا هيتولوا الرد.
البرامج اللي لها علاقة بالانفايد مسج هي في السيستم اوبشن رقم 9، بيسألني هل يبقى رقم الميل بوكس سينكرونايزد مع الاكستنشن نمبر، يعني 101 ياخد ميل بوكس 101 وهكذا، او السؤال التاني اللي بيسأله لي هيبقى نفس الكلاس اوف سيرفيس بتاعت الاكستنشن تنطبق على الميل بوكس بتاعه. اعتقد انه لا، لان لو انا عامل ريستريكشنز معين الاكستنشن ده فمش لازم تبقى نفس الريستريكشنز اللي عليه في التعامل مع الكومن ريسورسز اللي على السنترال زي التعامل مع الميل بوكس الاكسكلوسيف بتاعه، لازم عنده سماحيات اكتر في التعامل مع الميل بوكس بتاعه. مجموع البرامج اللي هقدر اعملها للانفايد مسج هي الاوبشن رقم 9 اللي شفناها، السؤالين دول، وفي السيستم سيتنج اعمل كل ويتنج على الانفايد مسج جروب، والانترسبت بتاعها يبقى ميل بوكس، يعني مجموعة من الأسئلة يعني أضبط بيها المسألة. طبعا الانفايد مسج بورت بر بارتي بيقول لي ان هو باي ديفولت مدي 592.93 كده دايركتوري نمبر فلوتنج دايركتوري نمبر للتو بورتس اللي متعرفين عليه. في الخط الخارجي في سيو لاين كامينج كول في الميسيلينيوس في الاخر هلاقي الاسئله دي موجودة هنتكلم عنها، بس يعني لو العدة عاملة دونت ديسترب المتصل بيها او اللي رايح لها يسمع بيزي ولا يروح لانترسيبت روتينج كفرنج بوينت، وانا اختار يا اما يقفل عليه يا اما يوديه على الكفرنج بوينت. الرينج على الاوبريتور الويندو ديستنيشن اساينمنت، يعني لو انا مش عامل برنامج خالص للخط الخارجي رن على الاوبريتور، هي دي السر في ان انا المكالمات بتاعتي بتيجي على الاوبريتور اوتوماتيك لمجرد لما اركب السنترال من غير ما اعمل اي سيتنج لاي حاجه. هي دي الديفولت، ده هو اللي بيخلي كده ان اي حد انا مش عامل له ديستنيشن محدد يروح على الاوبريتور. وهل نعمل انترسبت روتنج للاكستنشن كول نيبل ديسبل، يعني لو الاكستنشن كول الداخليه الشخص ده ما ردش هل اعمل كفرنج بوينت ليها ولا لا؟ انا عندي الاختيار ده الحقيقه. ده كان اخر حاجه لينا في الجزء الثاني للباناسونيك ان اس 500 ديمو رقم 2، وان شاء الله لو تسمحوا لي هيبقى فيه بعد كده كلام على النتوركينج وكلام على البروجرامينج بشكل عام، هنخش على البرنامج وهنلف جوه البرنامج كده بسرعه نشوف ازاي نتعامل مع فيتشر. كمان هيبقى في كلام مخصوص عن كلاس اوف سيرفيس، ودي من ضمن الحاجات المهمه جدا اللي بنتسال عليها دايما لما بنروح عند العميل وبيطلب مننا ان عدد معينه تطلب دولي او محلي او كذا او كذا. الاساينمنت ده مهم جدا نتكلم عنه، في فيتشرز كتير سنترال الحقيقه، وفي مره هنتكلم على نتوركينج ومره هنتكلم على التاي لاينز، يعني لو تسمحوا لنا هيبقى فيه ان شاء الله محاضرات كتير ان شاء الله عن الـ NS 500.